عبد الله على السلامة يا كابتن. الحقيقة دايما سعداء بوجود الكابتن محمود الخطيب، أسطورة كبيرة جدا في عالم كرة القدم ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وزميل للكابتن مختار. مختار طبعا ربنا يشفي يشيل عنه يا رب ويجعل هذا في ميزان حسناته باذن الله رب العالمين. بقى لنا شهر ونص مستنيينه. النهارده بقول لحضرتك يوم حلو، يعني عوده الكابتن خطيب. اعتقد طبعا الايام اللي جايه هيبقى عنده طبعا حاجات كتيره جدا هيعملها، ولكن في النهايه عودته مهمه جدا طبعا. والحمد لله شكله باين ان هو كويس. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله احسن كتير يعني الحمد لله. حضرتك بتتكلم مع كابتن خطيب ولا بتكلم على طول معاه؟ طبعا بتتكلم وتطمن عنه. نعم طبعا. كابتن خطيب برضو يعني ما اعرفش، انا من الناس اللي بحب كابتن خطيب جدا، يعني اتفرجت عليه لكن عمري ما زاملته مثلا، ما شفتوه. يعني طلع معانا مثلا كابتن خطيب كرئيس بعثه لما كنا بنلعب في نادي الاهلي في اليابان فتعاملنا معاه، لكن حضرتك كنتوا بتقولوا دايما قاعدين مع بعض، حياتكم كانت مع بعض. طبعا احنا يعني ما شاء الله الحمد لله عشنا سنين طويله مع بعض. اوقات كتيره جدا كنت موجود معاه في البيت، وحتى بعد ما تزوجنا بقى وكل واحد فينا بقى على طول كنا بنتزاول يعني برضه. كانت والحمد لله لقريب قوي احنا متواجدين مع بعض وعلى طول بنكلم بعض. يعني الحمد لله الاخويه، يعني مش صداقه، هي اخويه. صحيح. اخويه مستمره. وربنا سبحانه وتعالى يديمها علينا وعليه ويصلح له الاحوال، لانه بصراحه الدنيا برضه صعبه طبعا. الشغل في النادي الاهلي في اي حاجه صعب، لانه حاجه واحده اللي الناس بتقبلها، ما بتقبلش غيرها. اما بيحصل اي حاجه تاني الدنيا دي بتاثر في الواحد تاثير سلبي بشكل كبير جدا جدا، وبيبقى فيه ضغط رهيب جدا، خصوصا كمان ده في 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 في, في الاعمال العاديه. ما بالك في انك رئيس النادي بقى. أكيد إن ده أمر صراحة يعني عبء رهيب جدا. والله جدا يا كابتن جدا. مختار، الكابتن خطيب يعني بحكم إن الواحد بيشتغل اليومين دول في قناة الأهلي، ف يعني في حاجات كتيرة جدا كان بيتعرض لبعض الحملات خلال الفترة اللي فاتت، فأجي أقول له يا كابتن بعد إذنك خلينا نرد، يقول لي يا ابني ما تردش ولا حاجة، ترد على إيه؟ مفيش حاجة اسمها ترد، النادي الأهلي هو اللي إحنا بنشتغل في النادي الأهلي، بنشتغل في النادي الأهلي. وشوف بقى أنتوا حضراتكم بقى لكم كام سنة موجودين جوه النادي وبتعملوا إيه، ففي النهاية وهو رئيس النادي الأهلي فتيجي تقول له، يجي يقول لك انا بشتغل في النادي الاهلي. اصل ده حبا واحتراما ووعي كمان. حته الرد ديت اكيد لو رديت انت بتفتح على نفسك فتحه، انت ليك شكل معين. الشكل ده لازم تحافظ عليه. والشكل ده هو اللي مخلي ليك يعني باع كبير جدا عند الناس. يعني انت النادي الاهلي ده بيثقل بايه؟ بالاخلاقيات وبالثبات اللي هو فيه دايما. فده الكلام دوت يعني اكيد ان النادي الاهلي ده سمه. صحيح. وده كمان المطلوب، ان كمان ان انت كانسان يعني راجل بتحافظ على دينك لازم تحافظ على لسانك. صحيح. لازم اللي يقول يقول، واللي يعني يسب يسب، واللي يقول زي ما عايز يقول. لكن في الاول وفي الاخر الاحترام دوت حاجة يعني حاجة صعبة جدا 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 جدا. ان انت تمسك لسانك وتحافظ على نفسك اكيد ان ليها رد فعل عند ربنا سبحانه وتعالى ثم عند الناس. صحيح. لان النادي الاهلي ليس بسباب ولا لعان ولا بذيء ولا ضعيف. النادي الاهلي عمره ما كان ضعيف، ولا طبعا دي كلمات كابتن محمود الحقيقة في الفترة الاخيرة في البيان اللي كان طلع اتكلم فيه، وقال ان النادي الاهلي ليس سبابا ولا لعانا ولا بذيء اللسان. ده يديلك قوه. العكس بقى. العكس على طول. اللسان لما يكون يعني بيتطاول وما بيطلعش يعني حاجه طيبه اكيد انه بيبقى له رد الفعل سلبي بشكل كبير جدا 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 جدا. والعكس صحيح، طول ما انت بتمسك نفسك اكيد ان ديت بترفعك وبتزيدك بشكل كبير قوي. صحيح. خلينا نروح بقى لكره القدم في النادي الاهلي يا كابتن، يعني كولر ورايك في اداء النادي الاهلي بعد تواجد مستر كولر كمديرا فنيا للنادي الاهلي. هو الحمد لله يمكن الفطله فطله ايجابيه وفطله طيبه، وكمان احنا كنا محتاجين نكسب اكيد. حته التنافس ما بين الاهلي والزمالك ديت موجوده على طول، محتاجين ان احنا يعني ايه نعديها بشكل ايجابي. صحيح. احنا عديناها ببطوله،
فبالتالي اديتنا دفعه هائله جدا سوبر. جدا لما بعدها وده امر احنا انا شايف ان احنا عايشين بيه في الفطره دي بشكل كويس قوي وبنقدر نستغله بشكل كويس قوي ولاعبتنا اكيد ان هي يعني ثقتها في نفسها ابتدت تلجع بشكل كبير قوي صحيح. الاولاد بقوا عندهم يعني ثقه في نفسهم اكيد ان ديت هتساعدنا بشكل هايل الفطره اللي جايه ديت واكيد ان شاء الله ان ديت تساعدنا ان تستمر النتائج بالايجابيه اللي احنا الحقيقه عايشين. كابتن برضو واحنا بنتكلم عن كره القدم ان انت تاخد قرار زي ان انت تقعد 7 أو 8 لاعبين تقول لهم روحوا خدوا اجازه اعتقد انا وجهه نظري ان انا بشوف ان ده قرار تاريخي في ظل ظروف صعبه جدا لان انت الوقت ده تحديدا الدوري لسه ما خلصش النادي الاهلي دايما يعني بيقاتل على الدوري لغايه اخر لحظه فانت قبل ما يخلص الدوري بثمان تسع ماتشات وتاخد مثل هذا القرار علشان السنه الجديده يبقى عندك انا كنت بسميها دايما 8 صفقات جديده يعني الناس كانت حتى بعض بلاقي شجع بيتريقوا على هذا الكلام ولكن وضحت جدا يا كابتن قد ايه ان هذا القرار اثر بشكل ايجابي كبير في معظم لعيبه النادي الاهلي. شوف اكيد ان هو كان قرار ايجابي بشكل كبير قوي. نعم. لو اللعيبه لعبت ولو ما خدتش القرار دوت انت ما كنتش هتعمل حاجه في السنه اللي فاتت زي اللي انت كان عملتها هيفضل كده. وبالتالي السنه دي ما كانتش هتبقى كده. صحيح. وكان التاثير هيبقى تاثير سلبي عليك لمده كبيره جدا جدا لان ما فيش شك ان حته ان انت تريح لعيبتك دي حاجه مهمه جدا. استمرار اللعيب مهما يكون قيمته لازم هتلاقيه قل بشكل كبير جدا جدا. فالقرار ده جه يعني هو فعلا اتاخد واتاخد بشكل فيه عنتريه مننا لكن اكيد ان هو رد فعله هايل جدا جدا وان شاء الله يكون رد فعله مستمر معانا السنه دي باذن الله. هل الاجهاد يا كابتن بيكون سبب من الاسباب ولا احنا مجرد بنقول كلام؟ لا لا طبعا الاجهاد ده حاجه صعبه جدا جدا وبيقلل اللعيب وبيفقده ثقته في نفسه بشكل كبير جدا وكفى مهما تكون انت قيمتك الفنيه عاليه ولو ثقتك في نفسك قلت اكيد ان ديت بتاثر عليك سلبي بشكل كبير قوي وده امر طب احنا عايشين لان ده مجالنا وحياتنا عايشين فيه وعارفين وكلنا مرينا بالكلام ده وكلنا شفنا التعب والاجهاد بيعمل ايه في اللعيب اكيد ان الكلام دوت مهم جدا جدا ان انت تقدر تحافظ على لعيبتك وتقدر ان انت تتعامل معاهم بايجابيه عشان يدوك احسن حاجه عندهم.